عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم جيت نشارككم هاد الشوربه. شوربه اليقطين عندها فوائد كثيره. تنحتاجوا لهاد الشوربه تقريبا كيلو ديال هاد القرعه الحمراء، يعني اليقطين، بصله متوسطه نشلضوها، عندنا هنا 2 معالق ديال الزبده، هنا عندنا الملح، هنا الفلفل الاسود بزار، وعندنا نسيتو الحليب. على بركه الله نبداو. تاخذوا البصله، هنقطعوها ناخدو الطنجرة ونوضعو فيها بصلة، نضيفو ليها شوية الملح، نضيفو شوية الفلفل الأسود، ناخدو الزبدة ونديرو على النار، نوضعو الطنجرة فوق النار، نبقاو نحركو تبان لينا البصلة، غنضيفو عليها اليقطين. بعد ما تتبان لنا البصلة نضيفو كاس الماء، ثم عادي نضيفو اليقطين. بعد نقفلوا عليها ونرجع معكم. بعد ما طابت لينا اليقطين الشوربه ديالنا، دابا بقى لنا نطحنوها. نطحنها دابا، بقات في سميتو 10 دقائق. هذه هي الشوربه السريعه، تتجهز في 10 دقائق. بعد ما طيبنا الحليب غادي نضيفو، قبيلة ما قلت لكمش على الفرماج، غادي نضيفو 2 فرماجات، غديرو كاريين او مثلثات. دابا غادي نضيفو الفرماج، قبيلة نسيت ما قلتها لكم، 2 فرماجات غادي نديروهم مثلثات، اللي عندو الكاري يديرو. الصفحات جاهزة، بقينا نقدمها لكم في الطبق ديال التقديم. شوربة تجي زوينة خفيفة وصحية، تنتمنى تجربوها. دابا غادي نقدموها لكم،
هي كي تجي تجي رائعة. هي تجي رائعة. هكا تنبغيها انايا. نقدموها مع مسمن معمر. نتمنى تعجبكم وتروقكم. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامة.